الله هذه السنة يعني كان توقع الجمهور يكون كبير نظرا يعني للبرمجة الفنية المتنوعة التي شارك فيها نجوم كبار، مشاركة ألمع النجوم أيضا، ستكون يعني مشاركة لمجموعة شبابية وهي وانغول، وأيضا الرئيسة كلثوما التمازيغت معروفة على الصعيد الجهوي والوطني والدولي، وفي الأخير مغني الطرب الشعبي عبد العزيز أستاتي الذي سيختتم هذه الدورة. الجديد في هذه الدورة هو الانفتاح على إفريقيا، كما ذكرت سابقا بأن هناك مجموعتين إفريقيتين، وأيضا هناك يعني دوري في كرة القدم الذي سيجمع بين فرق محلية وفريق المهاجرين الأفارقة. سيكون هناك يعني عرض الأزياء في قاعة إيدو تيزنيت، ونتمنى أن تكون هذه الدورة يعني دورة متميزة وناجحة بامتياز. مدينة تيزنيت تفردت بالفضة، وهذا شيء مهم ومهم جدا، مدينة ببعدها التاريخي ببعدها الثقافي. اليوم احتضان هذا المهرجان أكيد أنه رسالة تعبير وتقدير صنعها وصانعتها من داخل تيزنيت ومن خارج تيزنيت على المجهودات اللي كيديروها باش يحافظوا على صناعة الحرفة التقليدية المغربية نفس الوقت يطوروها بدون ما يمحيوا الهوية ديالها، لأن في هذه المطافة المنتوجات كتعبر على هوية مغربية، على تاريخ مغربي، على ثقافة مغربية. فكما قلت هذه مناسبة باش نحييو، مناسبة باش نأكدوا مرة أخرى على غنى وتنوع الصناعة التقليدية المغربية، واللي حق لنا كمغاربة أننا نفتخروا